تم الآن الحرب على القاتل يعني في نفس المكان فتضح. هذه هي اللحظة اللي شدوا فيها جدر 101 ولد في عمره 18 عام، شدوه حيت قتل صاحبه على ود الروسيطة ديال شي زيتون اللي من الله منين جابه. كانوا كيقسموا الروسيطة واختلفوا وقع اللي وقاح، سيد قتل وجاي مسرح الجريمة يتفرج، ما حسابلوش غادي يقلعوه ويطيروا به ويديوه فين غادي يتعاود بالتربية. المغاربة كيقولوا ما شافوهمش كيسرقوا وشافوهم كيقسموا. هذا مثل قالوه الولا، الولا ما خلاو التوالا ما يقولوا، قالوا هذا الكلام شحال هذه، والكلام كينطبق على هذه الجريمة ديال اليوم اللي جبت لكم في هذا الفيديو. للأسف الشديد هي الجريمة الثانية من نوعها في الفقيه بن صالح في نحو جوج أسابيع، بعد ما كانت ديك المافيا أو كان ديك التاجر ديال الفواكه الجافة مسكين الله يرحمه كانت تقتل بالرصاص بندقية الصيد بعد ما هجمتو ديك العصابة في طريق السوق الأسبوعي في قلعة الصغنى الله يرحمه بالمناسبة ويوسع عليه. سبب الزيتون قتل صاحبو، هذا هو عنوان ديال هاد الفيديو. اللي قتل هو اللي شدوه جدرمية كما شفتو قبل قليل في المقطع القصير في أول هذا الفيديو، واللي مات صغر عليه بثلاث سنين يعني في عمر 15 عام، مازال الفرق مازال قاصر. هما بجوج صحابو الجريمة وقعات ناحية الفقيه بن صالح. الجريمة وقعت بالضبط كما كتشوفو حدا المصلى ديال حي السلام أو دوار الزخيتي بالجماعة ديال الكريفات، وقعات نهار 21 أكتوبر 2024. واليوم الثلاث كاين الإحالة ديال الجانع الوكيل العام محكمة الاستئناف بني ملال، والتهمة هي الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المؤدي إلى الموت، وكاين شي تهم وحدة أخرى ربما كشفها أو كشف عليها التحقيق. آسف. الجاني والضحية صحاب كما كيقولوا الناس، وخا كاين فارق ديال السن بيناتهم كانوا صحاب ونهار الحد كانوا بجوج بيهم، ووقع سوء تفاهم ما بيناتهم وتطور للأسف الشديد إلى عراك. ويويلك يا قليل الدرع، كان هناك تبادل الضرب والجرح وجاني جبد موس أو أذى حدا، كاين زوية تضارب هنا وضرب الضحية وتصاب بجروح بالغة عجلات بالوفاة ديالو في الطريق للسبيطار. هاد المشادات الكلامية والخلاف بين الصحاب كيقولوا الناس تماك، وكما تم تداول ذلك كيقولوا باللي سببه شي كمية ديال الزيتون سرقوها مشي جنان شي حد وباعوها، وكانوا كيقسموا بيناتهم المدخول، ووقع الخلاف وتطور الى ملاسنة وسب وشتم، ما بقى اسم صاحبة ولا وقع ولا بقى اي شيء، وطاحت روح للأسف الشديد. ضحية تصاب بجروح خطيرة على مستوى البطن ديالو بواسطة شي كيقول موس كما قول، شي كيقول قطعة زليج حادة، المهم شي حاجة ماضية باش تقتل الضحية الله يرحمه ويوسع عليه ويصبر أفراد العائلة ديالو، حيت العائلة هي أكبر ضحية. مشالها ولد صغير مسكين بلا ما تفرح به، وقبل ما تفرح به أعتذر. كان هناك تبادل الضرب والجرح، وكيقولوا بلي حتى الجاني تصاب بدوره بجروح، لكن الجروح ديالو كانت خفيفة مقارنة مع ديك الجروح اللي تصاب بها القاصر اللي مات ودفنات الجثة ديالو البارح الاثنين 21 أكتوبر في المقبرة ديال المنطقة. وقيامة نضت ملي تشع الخبر ديال هاد الجريمة وديال الموت ديال الضحية، جاو جدرمية، جاو البوليس، الشرطة العلمية والتقنية، جاو السلطة، وتجمهروا الناس كما كتشوفوا. والضحية تهز للسبيطار الإقليمي ديال الفقيه بن صالح، وفيه فين مات قبل ما توجه الجثة ديالو لامورك باش تشرح من طرف الطبيب الشرعي. قيامة خمس كما كيقولوا، والسيد جا كيتفرج بحالو بحال الناس، قاتل القتيل وجاي يتفرج شنو غادي يوقع، ما حسبش ليه غادي يقلعوه ويطيروه ما بين الناس ويشدوه ويصيفطوه كما كتشوفوا في هاد المقاطع ديال الفيديو. المهم المتهم دار في الحراسة النظرية وسمعوا ليه الضابطة القضائية، واليوم عنده الإحالة على الوكيل العام بلي ملال باش يتخذ القرار القانوني المناسب حقه على ضوء الأبحاث والتحريات اللي دارت
في هذه الجريمة، وهي الثانية من نوعها اللي وقعت في فقيه بن صالح. هذه هي الجريمة، وهذه هي الظروف كيفاش وقعت. الزيتون الخوت كي غالي، الثمن ديالو وقليل هذا العام. بنادم منهوط وماشي قنوع، يقدر يسرق باش يمشي للفدان واحد اخر ديال غيره ويسرق الزيتون. وشحال ما صور راه رابح، غير 10 كيلو يقدر يشد منها او يشد فيها اكثر من 100 درهم، حيت هاد العام الزيتون غالي، يقدر يوصل الثمن ديالو حتى ل 15 درهم، ربما اكثر ربما اقل، على حسب الجودة وعلى حسب شحال كيعطي القنطار من الزيت. هذه مناسبة باش نوجه واحد النداء للناس اللي في البادية، الانسان يقنع برزقه، الله يرحم الوالدين، وما يسرقش رزق الناس، حيت ما عرفتيش كيفاش وشنو غادي يوقع ليك. راه الذنوب ديال بنادم صعاب وبزاف. الله يهدينا ويحفظكم الشر بنو ادم وبنو اذى، والله يرزقكم القناعه يا رب. وشكرا جزيلا لحسن استماعكم، والى فرصه لاحقه دمتم اوفياء لقناه موروكان كرايم تي في الجريمه المغربيه، والله يبعد عليكم الدريقات، والى فرصه لاحقه.